السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين، وعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل وذكرى أربعينية سيدي ومولاي وشفيعي الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، كما ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل وهذه الرزية الكبيرة والعظيمة. أعزائي المشاهدين، ونحن نشاهد هذه الجموع الغفيرة التي جاءت سيرا على الأقدام لتحيي هذه الشعيرة المهمة ولتعاهد سيد الشهداء الإمام الحسين المظلوم، إنها على العهد. نعم أعزائي المشاهدين، قبل البدء بسيرة ومسيرة الإمام الحسين وكذلك التطرق إلى التضحيات الجسام التي تعرض أو التي ضحى بها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أرحب بداية بزملائي الأعزاء، حياكم الله وعظم الله لنا ولكم الأجر. عظم الله لنا ولكم الأجر. معزي صاحب العصر والزمان مراجعنا الكرام بذكرى أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه، وكما عودتكم مؤسسة الفرات الفضائية بكوادرها أنها تتواجد على هذا الطريق بكل عام لتكون جزءا ولو صغير من هذه المهمة العظيمة وهذه الرسالة المهمة التي نحاول من خلالها أن نكون موافين بهذا الوعد الذي وعدناه لسيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، أن نبقى سائرين على ما جاء به من المدينة إلى كربلاء. نعم يا سيف، عظم الله أجوركم سادة المشاهدين، ما زلنا هنا في الفرات الفضائية نرصد الزيارة الأربعينية يعني الزوار المتوجهين إلى كربلاء المقدسة، وعلى مدى أيام ما زالت مواكب العزاء تقدم الخدمات للزائرين. أيضا نرحب معنا بالشيخ حميد الحلفي، هو الباحث في الشأن الإسلامي، ليتحدث لنا عن طبيعة هذه الزيارة. سماحة الشيخ، نرحب بك أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بك معنا في الفرات الفضائية. بالبداية سماحة الشيخ، نتحدث عن مجموعة من المواقف على طريق كربلاء المقدسة، مجموعة من القصص على طريق كربلاء المقدسة، بشيء بسيط ما هي الروحانية الموجودة في طريق كربلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على كل الأحرار في العالم منذ صدر الإسلام الأول وإلى يومنا هذا، السلام على السائرين إلى كعبة الأحرار وقبلة الثوار أبي عبد الله الحسين، الذين يسيرون وكلهم شجاعة وبسالة يستذكرونها ويستلهمونها من أبي الضيم، من أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كربلاء تعني لنا الكثير، كربلاء تعني لنا الموقف، كربلاء تعني لنا العزة، كربلاء تعني لنا الكرامة، كربلاء تعني لنا بذل الغالي والنفيس من أجل إسلامنا، من أجل ديننا، من أجل قيمنا. كربلاء تمثل لنا العزة والكرامة، ولهذا على مسير يعني ما بعد كربلاء وإلى يومنا هذا يسعى الطواغيت والفاسدين في كل العالم يسعون لطمس كربلاء، لأن كربلاء تمثل الشعلة التي تضيء، تمثل كل القيم، تمثل كل المبادئ. ولهذا أي طاغوت في العالم يريد أن يسيطر على الأمة، يريد أن يضطهد الأمة، يريد أن يقضي على الأمة، أول شيء يقوم به هو ماذا؟ هو عملية إلغاء كربلاء من وجودهم، من شوارعهم، من حسينياتهم، من مساجدهم. وبالتالي كربلاء تمثل لنا الكثير، قدمنا منذ الأيام الأولى لكربلاء وإلى اليوم نقدم الكثير، والكل يخاطبنا ويقول أنتم تقدمون، والحسين قتل منذ 1400 سنة، ما ألم يكفكم ذلك؟ أما كفى ذلك؟ نقول نحن عندما نقدم لسيد الشهداء نستشعر بحياة جديدة، عندما نقدم لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه نستشعر بعزة، نستشعر بكرامة، نستشعر أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعطينا حياة، يعطينا قوة، يعطينا صلابة. إذا تسمح لي أقاطعك، يعني على مدى الأيام السابقة رصدنا مجموعة كبيرة من القصص هنا على طريق كربلاء المقدسة، حاولنا أن نعايش هذه القصص من أجل أن ننقلها للمشاهد سواء العراقي أو خارج العراق، من بين هذه القصص المهمة
هي قصة الزميلة ابتسام. ابتسام يعني أعددتي قصة نريد أن نعرف ويعرف الجمهور طبيعة هذا القصة. بداية حياكم الله مرة أخرى سماحة الشيخ. القصة يا فالح وأيضا يا سيف ممكن هي واحدة من القصص المهمة جدا اللي اتجسد فعلا الثقافة الحسينية اللي موجودة اليوم بالشارع، اللي موجودة بين خدام الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. القصة لمجموعة من الفتيات، خلينا نقول بتعبيرنا الدارج البنات الصغار اللي ما يتجاوز عمرهم ممكن ال 11 سنة. من دخلت للموكب كان بقيادة بنية اسمها فاطمة جاية ويا جدها، جدها طبعا شيبة كبيرة وأيضا مباركة. حسيت الوعي عنده والثقافة الحسينية ما شاء الله إلها جذور، يعني جذور قديمة جدا. فقالت أنه أنا أجيب صديقاتي وأجيب جاراتي البنات اللي بعمري، كل وحدة تجمع مصرفها اللي هو 500 دينار أو الربع دينار سماحة الشيخ، يجمعونه يسوونه 9000 أو 10، يجيبون اللي يقدرون عليه صندوق العصير فعلا يشاركون. ويعني بالكواليس حشيت ويا أعتقد جدها أو أبوها، قالت أنه إحنا منطينها مساحة هي تخدم. اليوم نريد أن نعكس هذه الثقافة الحسينية، مو فقط إحنا خلص اليوم آني كجدها وكأبوها موجودة هذه الثقافة عندنا، بس ما نخليها يمنا وتنقطع، ضروري نصدرها للأجيال القادمة، نوارثها نتوارثها عفوا، وأيضا نعرف كل جيل بقضية الإمام الحسين بالمفاهيم الحقة وأيضا المفاهيم الصادقة اللي جاءت من أجلها نهضة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. اللي يعني أنا ما أريد أتكلم تفاصيل أكثر عن القصة، لكن الجملة اللي حبيتها بهذه القصة أنه ليش تتواجدين هنا؟ تقول أنا من أطلع أشيل سمتها بتعبيرها طاسة المي وأطلع بين الزوار، تخيل السيد رقية عليه السلام تفوت، هي اللي راح تسجل. فكمية الوعي والثقافة والإدراك بالقضية الحسينية أعزائي المشاهدين اليوم مو موجودة عندنا فقط إحنا ممكن الكبار بالعمر، لا موجودة حتى عند الطفل الصغير، يعي ما يقول بخصوص قضية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وسنبقى كل عام نجدد هذا العهد وأيضا هذا الولاء خدمة لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. نروح نشاهد هذه القصة أعزائي المشاهدين وأبعاد
ونجمع ربع انا وصديقاتي لين 9000 نيت ونشتري شيء نوزع للزوار. تجيبون مصرفكم؟ تجيبون مي تجيبون عصاير؟ هذه عودة وإياكم مشاهدين الكرام من طريق من الطريق إلى كربلاء، وهذه القصة التي نقلتها لنا الزميلة ابتسام من موكب الإباء من السيدة زينب سلام الله عليها، ومن القرط المسرور للسيدة رقية سلام الله عليها. نستنبط هذه الشجاعة لهؤلاء الأطفال، لهؤلاء الذين لم يفهموا حتى الآن صعوبات الحياة، لكنهم فهموا بطريقة أو بأخرى التضحية التي جاء بها الإمام الحسين. شيخ حميد، اليوم هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذه العادة أصبحت موروث، يمسك الأب أبناءه ويجلسهم ويعلمهم تضحيات الإمام الحسين أكثر من أي شيء آخر، وتدرس لهم عبر الطريق، عندما يرون هذا الطريق أيضا يتعلمون من عنده أكثر. طبعا موضوع الخدمة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وإحياء ذكرى، هذا موضوع متشعب جدا وفيه حديث طويل، لكن أنا أختصره بشكل سريع. النقطة الأولى أننا ورثنا هذه القضية فطريا، فطريا قبل أن نتعلم ورثناها فطريا. ربما تشاهدون أحيانا بعض الأطفال الصغار الذين هم ليسوا في مورد التعليم، بعدهم ما وصلوا إلى مرحلة التعليم، شايفينهم لما يذكر سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم يبكون. من أين تعلم هذا البكاء؟ إذن القضية أولا قضية فطرية، قبل أن تكون هنالك تعلم وتعليم وما إلى ذلك، قضية فطرية. وهذه القضية الفطرية تحدثت عنها الروايات الشريفة بشكل واسع جدا، وتكلم عنها الشعراء، حتى قال أحدهم: وغذتنيه في اللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسني. موضوع فطري، نحن أحببنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فطريا، ولا نعتبر أن هذه الفطرة فطرة ساذجة أو غير صحيحة، لا 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 أبدا، إنها فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. إذن قضية فطرية، حبنا لأهل البيت فطري. إذا رأيت إنسانا منزوا عن أهل البيت، مبتعد عن أهل البيت، لا يحب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يبتعد عن طريقهم، قل هذا فطرته ملوثة، فطرته ملوثة. وإلا في أصل الفطرة أن الإنسان يحب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في ذلك الزمان كان الأنصار معروفين، الأنصار يعني أصحاب النبي في المدينة، كان الأنصار يأخذون أبناءهم يقفون في طريق علي عليه أفضل الصلاة والسلام، فيقول: بني أتحب هذا؟ فإن قال أحبه قبله بين عينيه، وإن قال لا، تقول الرواية، جلد به الأرض، جلد به الأرض. إذن قضية فطرية. ثم أن هذه القضية الفطرية جئنا لننضجها أكثر، لنعمقها أكثر. عن أي طريق نعمقها؟ عن طريق هذا البعد، بعد التعلم والتعليم. فصارت تعقد المجالس في بيوتنا وحسينياتنا ومواكبنا وشوارعنا وشاهدتم في هذا العام، أنا شاهدت كما تشاهدون أنتم، شاهدنا كثير من مقاطع الفيديو لصغار، أطفال صغار ينصبون مجلس عزاء بعيدا تمام البعد عن الكبار أبدا، هم يجلسون، المتحدث يتحدث وهو صغير، الكل هم صغار. هذه وسيلة عظيمة من وسائل التعليم التي ينبغي أن يمارسها، وأنا أوصي من هذا المنبر الشريف، أوصي أنه تكون لنا في السنين المتحدثة
مستقبلية إن شاء الله تعالى تكون لنا مجالس خاصة 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 بالأطفال، مواكب خاصة بالأطفال تماما. هذا ما ردت أتكلم عنه حقيقة سماحة الشيخ. اليوم ندي أتكلم على أهمية تواجد الطفل الصغير بالمجالس الحسينية بخصوص مسألة إحياء شعائر الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. تكلمت حضرتك عن جانب جدا مهم اللي هي قضية الفطرة، أنه حب الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى ممكن صار أكو قذف لحب الحسين بقلوبنا إحنا اليوم كشيعة وكموالين. اليوم نريد نوجه رسالة لكل أهلنا، لكل ناسنا، البعض خلينا نحكيها بصريح العبارة حتى ينظم المجلس الحسيني الموجود، ممكن يطلب يطرد من الطفل أنه مو يطرد وإنما ينسحب للسطور الخلفية بالمجلس الحسيني. اليوم ضروري تواجد الطفل داخل هذه المجالس، وش تحيي هذه المجالس بقلب الطفل، وش تتكون له من صورة بالمستقبل. ضروري جدا أن يكون هناك دور، ليس فقط حضور، نعم، إنما دور. أنا أشرت قبل التحدثين إلى أنه ينبغي أن تكون هناك مجالس يديرها هؤلاء الصغار، وإن كانت بسيطة متواضعة لكنها ستجعل لهم القابلية. الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يوصون كثيرا. الإمام الصادق أرسل أحد أصحابه الكبار، أرسله إلى مدينة البصرة. الإمام الصادق أرسله إلى مدينة البصرة، قال له روح للبصرة بلغ. بقي هذا تقريبا بحدود 3 أشهر، رجع للإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال شو الأخبار؟ قال يا ابن رسول الله الإقبال ضعيف، ناس منهمكة بالعمل بالشغل بالتجارة بالكذا. قال عليك بالأحداث، الإمام صلوات الله وسلامه عليه، عليك بمن؟ بالأحداث، فإنهم أقرب إلى كل خير. بالواقع إحنا اليوم لابد أن نضع جناحا خاصا في مواكبنا إلى هؤلاء، نعودهم من الآن يوزعوا هذه الأشياء، الماء، يوزعوا الطعام، يشرفوا على هذه العملية، لأنه أنت أنا وهؤلاء الناس الكبار سيرحلون، وبالتالي سيورثون. سمعت الشيخ، هو هذا يعني يقودنا إلى تساؤل، ما أهمية توريث هذه القضية؟ تحدثت عن أنه قضية الإمام الحسين فيها بعدين، بعد فطري يولد عليه الإنسان، وبعد يرتبط بالتنشئة، تنشئة الاجتماعية، تنشئة الطفل. فما أهمية تربية الأطفال على هذه القضية أولا، وما هو دور الأسرة في هذا الموضوع؟ كيف من الممكن أن الأسرة تزرع إذا كان فطريا، أو تنمي في قلب النشأ الحدث الجديد حب الإمام الحسين، خاصة أن قضية الإمام الحسين هي قضية دائمة سرمدية حتى ظهور القائم عليه السلام، قضية تتعلق بالفيصل بين الحق والباطل. لذلك تربية الطفل على هذا الموضوع وتنشئته على هذا الموضوع سيكون له حد فاصل بين حق وباطل، ودائما ما تكون هناك جبهتين في العالم، هي جبهة حق وجبهة باطل. طبعا أهميته واضحة وأشرتم إلى أهميته، بالأخص نحن في زماننا، في زماننا اليوم هنالك بالواقع حملة شعواء من الغرب لإضلال شبابنا وصغارنا من الآن، في حملة شعواء تعلمون بها، وكثير من القنوات الفضائية والإعلام تطرقوا إليها، حملة شعواء كبيرة على أطفالنا على شبابنا على، والآن جايتنا أيضا موضوع المدارس، أيضا سيحملون حملة كبيرة جدا. لهذا إحنا لما نغذي شبابنا بحب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ونربطهم بمدرسة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، أنا أعتقد أننا سنحافظ عليهم، سنقويهم، سيكون لهم القوة على الدفاع عن قيمهم ومبادئهم، لأنه أنت اليوم بالواقع المخاطر ربما تكون هواي أقل من المخاطر بعد 5 سنين. المخاطر بعد 5 سنين ستكون جدا كبيرة، وحجم المؤامرات وحجم التحديات سيكون كبيرا. لهذا كلما تكون التحديات كبيرة ينبغي أن يكون الدور الذي نقوم به تجاه الأطفال، تجاه الأحداث، تجاه الشباب، يجب أن يكون كبيرا. وهنا التقارير تشير إلى أن العراق نسبة الشباب اللي هم دون 17 سنة نسبة عالية جدا، تكاد أن تكون أعلى نسبة في الشرق الأوسط أو غرب آسيا، أو نستطيع أن نقول يعني نسبة عالية جدا حتى في العالم بشكل عام. هذه النسبة تحتاج إلى كمية كبيرة من البرامج التي يمكن أن تجعلها على طريق الوعي، على طريق ثقافتها، على طريق دينها. من جملة هذه الأمور قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه. لا يوجد برنامج عندنا اليوم، لا يوجد، إحنا كشيعة لا يوجد عندنا برنامج اليوم نتفاعل معه بشكل كبير ويحضر الجميع، المرأة والرجل، الطفل والكبير، الملتزم وغير الملتزم،
الكل يكون فاعل ونشط هذا البرنامج هو البرنامج الحسيني. اليوم الجميع ترون انهم محاضرون، اليوم الجميع ترون حتى اللي اخلاقه سيئه هذه الايام تتغير اخلاقه، حتى الذي يستنكف ويتكبر على الاخرين ولا يريد ان يخدم اليوم تراه واقف ان يخدم. اما سؤالكم الثاني وهو الطرق والاليات وما الى ذلك، فهناك طرق متعدده بالواقع، اعطاء مساحه في الموكب هذه طريقه بالواقع، لبس السواد هناك طريقه، تهيئه هذا الطفل منذ الايام الاولى هذه طريقه بالواقع، تحويل التلفاز في البيت في ايام عاشوراء مثلا على القنوات المهتمه في الجانب الحسيني والشعائر الحسينيه هذه وسيله من الوسائل، الام وحديثها وكلامها هذه وسيله، في البيت الاجواء اللي في البيت صوره وما ادري علم وبيره وما هذه الجوانب كلها يمكن ان تكون حافزا معنويا للاطفال كي يسيرون بطريق جيد ويحافظون على هذه المنهجيه ويحافظون على هذا الخط ونحن بحاجه ماسه اليه. اذا اردنا هذا المستشرق اعتقد الياباني يقول ما دام الشيعة يطيرون بجناحين فلن يموتوا، ما راح يموتون الشيعة. قالوا يا جناحي، قال الشيعة يطيرون بجناح الماضي وجناح المستقبل. جناح الماضي كربلاء، شيعة معتمدين كربلاء وتضحيات ودروس وعبر من كربلاء، المرأة لا تطلعين هيك ليش انت مو تنتمين الزينب، الشاب ذاك قدم نفسك قربان في سبيل الله، ليش اقدم نفسي قربان في سبيل الله؟ انت مو تنتمي للحسين والحسين قدم اغلى ما لديه وعلي الاكبر يقول اولسنا على الحق اذا لا نبالي. الطفل يقول ايضا ما عنده حجة، حتى قال احدهم ما ترك ابن فاطمة لابن حرة عذرة، ابن فاطمة ما خلى شيء، إذا واحد يحتج بزوجته فالحسين زوجته معه، إذا يحتج بأخته الحسين أخته معه، إذا يحتج بطفل رضيع فالحسين طفله الرضيع معه، ما يحتج ما يقدر. ولهذا اليوم قضية عاشوراء وقضية كربلاء قضية محورية، ولهذا ينبغي على الإعلام، على الشعراء، على الأساتذة، على المعلمين، على كل الشرائح الفاعلة في المجتمع ينبغي ويجب عليها أن تؤدي دورها في تغذية الأطفال وتغذية الأحداث وتغذية الشباب في قضية كربلاء. أيضا الموكب الحسيني له دور كبير في هذا الموضوع سيد ابتسام، خاصة في تركيز ثقافة أهل البيت عليهم السلام. نلاحظ أعداد كبيرة من المواكب تحمل أسماء مختلفة يا سيد، يعني فيها أسماء عشائر، فيها أسماء صحابة، أسماء صحابة الإمام الحسين عليه السلام. ما هي هذه الثقافة التي تركزها أسماء المواكب الحسين؟ أنت يعني عملت قصة على هذا الموضوع وعايشت هذه القضية، أهمية هذه الأسماء وكيف ممكن أن تنشئ النشأ الجديد على حب الإمام الحسين عليه السلام. يعني حقيقة لاحظنا من خلال السير في هذا الطريق والمتابعات الإعلامية بالدور اللي يناط بنا أن أصحاب المواكب سماحة الشيخ يستخدمون أسماء كبيرة جدا لمواكبهم، لأصحاب الإمام الحسين ولأهل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم، أحد المواكب أحباب الحسين. يعني ما شفنا موكب، أكيد ما شفنا موكب لا يأتي الفراغ، أكيد يعني ما شفنا موكب مثلا سمى نفسه موكب أبو محمد مثلا، موكب بيت فلان، لكن هذا التركيز على هذا الموضوع كان لنا عند وقفة في تقرير راح نشاهده ونرجع نناقش مع سماحة الشيخ تأثيرات أسماء المواكب وروحيتها لدى الخدام. لم تكن أسماء مواكب الخدمة الممتدة على الطريق إلى كربلاء يوما مجرد أسماء عادية، بل لكل اسم روحية خاصة وشكل مختلف من أشكال الوفاء وتخليد الذكرى والشخصية. هذه الحشود المليونية وهذه المواكب التي تخدم الحشود المليونية، شوف بها تسميات: أبا الفضل العباس، الإمام الحسين، الإمام زين العابدين، وإلى آخر التسميات. هاي نابعة منين؟ من حب شيعة محمد وآل محمد لهذه الأسماء الطاهرة، فإلها قدسية خاصة. تشوف هذا الموكب إذا أطلق عليه اسم الحسين
أو أنصار الحسين أو سيد الشهداء أو أمير المؤمنين، فتعطي روحية خاصة لهؤلاء الشيعة الموالين. نفتخر يا حسين. أنشئت المواكب الحسينية، وفي كل موكب قصة، وتحت كل خيمة رواية من العشق الحسيني. ولرمزية الخيام أيضا شأن عظيم لدى خدام الإمام الحسين وزائريه في طريق الحق، طريق كربلاء. لقيت أطفال يعني قاعدين في منطقتنا، يعني في سابق ساكن بالجيزة، هذول الأطفال لقيتهم حاطينهم جواني وكوري ماء شاي وتكاين، فأني جيت طبقت عليهم وأني سيادتي الخاصة قلت شنو هذا؟ قال هذا موكب صح، أنا وياكم. ولا أطفال؟ أيوة الأطفال، يعني أطفال عمره حوالي 7-8 سنوات الله شاهد، وكانت بذاك الوقت هم القنية غالية ما تحصل لا عندي لا ذولا، فقلت لهم أنا وياكم. فخلصنا هذا بنفس المكان بنفس الجواني انا وياهم الى ان اجي الموسم الثاني مناسبه عاشوراء، وانا الله سبحانه وتعالى هيئت لهم شادر وجبت جهاز واشتركت بي بعد الناس في البدايه ورا ما هذا اشتركت شباب وشياب، وصار مجموعه بالستين تقريبا نفر، سوينا كل شيء رسم كشي رسمي رسمي يعني شهريا نفر كذا كذا، واستمر الموكب. لكن بالاخير البقيه كلها راحت، فبقيت بس اني، والحمد لله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والان الموكب توسع وصعد وصار بغير مكان، وبالكارن يخدم وبالاربعينيه نخدم. هذه السراده او الخيم مثل ما تفضلت جنابكم الكريم، فتشوف هذه قلت لك يعني كل انسان من السيله تقول له انت ليش ناصب خيمه؟ ليش توزع ماي؟ ليش توزع اكل؟ يقول لهم اريد الشفاعه من الامام الحسين. ليش؟ لان الحسين مات عليمه على الدين. اسماؤنا جزء من تخليد تلك الذكرى، ومواكبنا واجب من واجبات رد التضحيه، وخدمتنا نقطه في بحر الوفاء لكم يا سيد الشهداء. ما لحد ما يوصل لقبرك دوا نصير نسمة برية الزاير لون باق الهوى صوت كل هاي المواكب. لكل موكب اسمه ولكل اسم حكاية، وفي نهاية تلك الحكاية قصة وفاء منقطعة النظير. من البصرة سيف الله الناس، الفرات الفضائية. نعم سادة المشاهدين، نرحب بكم أجمل ترحيب مرة أخرى من هنا من طريق الزائرين، طريق كربلاء المقدسة، طريق العشق الحسيني. أعددنا قصة وشاهدتم هذه القصة عن أسماء المواكب الحسينية. سمحت الشيخ أيضا أنت شاهدت هذه القصة عن أسماء المواكب الحسينية. تحدثنا أنها أن هذه الأسماء لا تأتي اعتباطا، إنما اختيارها يأتي وفق مجموعة من الاعتبارات. الكل يحاول أن يندمج في القضية الحسينية، الكل يحاول أن يركز مفاهيم القضية الحسينية في وجدان السائرين، في وجدان النشأ الجديد. أريد أن أسأل عن أهمية اختيار أسماء المواكب، وما هي بعض المعايير التي تدفع الخدام لتسمية المواكب بتسميات معينة؟ نعم طبعا أهمية التسمية جدا مهمة. لماذا؟ لأن الذي يسير ينبغي أن يطلع على هذه الأسماء، يعرف هذه الأسماء، وخلف كل اسم هناك قصة عظيمة، هناك تضحيات كبيرة، هناك علم، هناك معرفة. فحينما تمر وتقرأ برير بن خضير الهمداني، ماذا تقرأ؟ عليك أن تبحث عن برير، من هذا برير؟ إنه قارئ القرآن، إنه الذي كان يقرئنا في مسجد الكوفة كما قال ذلك الرجل الذي كان في جيش عمر بن سعد. جيد، إذن خلف كل اسم هنالك موقف وهنالك قصة وهنالك رجلا عظيم وهناك تضحيات كبيرة. أما الاعتبارات التي على أساسها سمي، يمكن أن نجملها بسببين. السبب الأول هو العشق والحب لذلك الشخص. كل إنسان تراه يحب شخصا معينا،
هذا الشخصية علمية فنية يحب هذا الشخص يميل له، ربما هذا الشخص يعني كثير منه أفضل منه لكن هو يحبه، البعض يقتاد فيه. أها، وبالتالي فإن الناس يختارون شخصا هم يحبونه، رأوا فيه زاوية معينة، هذه الزاوية المعينة ماذا أجبرتهم على أنه يسمون موكبهم باسمه. كما قلنا أنه ممكن مثلا فرد واحد يسمي عابس بن شبيب الشاكري، لما رأى الذوبان الكبير في عابس فحدثت له قصة عظيمة من ذوبان عابس وهو ذائب فسماه بعابس مثلا. وشخص آخر كبير في السن يرى ذوبان ذلك الرجل الكبير في السن كحبيب بن مظاهر فيسمي بحبيب المظاهر. إذن هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني وهو أيضا من الاعتبارات المهمة التي ينبغي أن نلتفت إليها هي أن أحيانا تكون الأسماء خلينا نسميها رشحة ربما وأمر ربما، كما ذكرت لنا إحدى النساء الخادمات ربما رأيتموها، إحدى النساء الخادمات قالوا لها ما تسمين موكبك؟ قالت أنا ما أدري شو أسمي موكبي لكن امهلوني. تقول فوضعت رأسي على الوسادة وإذا بي أرى سبايا تسير باتجاه الشام، فانتبهت من نومي قلت موكب السبايا، موكب السبايا. هناك إذن إيحاءات قضايا، أولا أحيانا نختاره بأنفسنا على المستوى الارتباط والحب والعلاقة والقصة وما إلى ذلك، ومرة أخرى لا، هنالك إيحاء، إيحاء باطني، إيحاء من عالم آخر يقول سمه هذا الاسم لأن فيه ما فيه. أحسنتم سماحة الشيخ، تكلمت عن الجانب الروحي بهذه القضية، اليوم خلينا نتكلم عن الآثار الفكرية وأيضا العقائدية وراء اختيار اسم الموكب. هناك آثار ممكن فكرية اليوم نريد نتطرق إليها أو أكفت غاية معينة وراء اختيار هكذا أسماء؟ أي طبعا طبعا، يعني أنت عندما تختار اسم معين عليك أن تكون ملتفتا. طبعا إحنا أولا أبو الموكب لابد عندما يختار هذا الاسم عليه أن يعرف تفاصيل عن هذا المسمى، يعني مثلا عندما تسمي اسم موكبك لهذه الشخصية موكبك باسم أبي الفضل العباس عليك أن تعرف تفاصيل عن أبي الفضل العباس، عمره الشريف، علمه، ما أدري شجاعته، المواطن التي شارك فيه، اسم أمه، اسم أولاده، هذه الشخصية لابد أن نلتفت إليها. هذه النقطة هواي مهمة جدا جدا مهمة. كذلك يمكن إذا ما عرفنا شخصية معينة أن نترك آثار واضحة على الموكب بسبب هذه الشخصية، نترك آثار واضحة، يعني مثلا حينما نسمي باسم أبي الفضل العباس ينبغي أن تكون الأجواء في الموكب مع شخصيته تتلائم مع الشخصية، مع شخصية أبي الفضل العباس، يعني وهذا رأيناه في بعض المواكب تتلائم بشكل كبير جدا في هذا. ولهذا هناك أبعاد قد تكون أخلاقية وقد تكون اجتماعية وقد تكون عقدية أصلا، العقيدة دعتنا إلى ذلك. لكن أنا أشير إلى نقطة مهمة، أن يا صاحب الموكب حينما تسمي موكبك باسم معين عليك وعلى كل الخدام الذين في الموكب عليهم أن يطلعوا بشكل واضح على هذه الشخصية، زواياها الجانبية الاجتماعية والعقدية والفكرية والثقافية، ما قاله من الشعر في كربلاء، تضحياته وما إلى ذلك. هذا جدا مهم. سماحة الشيخ، هذا نستنبط من عند أيضا زملائي مشاهدين الكرام أن طريق الإمام الحسين فيه من الأسماء الكثير وفيه تاريخ، احنا عندما نطالع الأسماء ونطالع تاريخ هذه الأسماء طالعنا نصف التاريخ الإسلامي، طالعنا نصف التاريخ اللي ممكن أن يفيدنا واللي ممكن أن نأخذ من عنده العبر والدروس. الآن سننتقل لقصة أخرى نحاول من خلالها أن نسلط الضوء على تلك العبر التي نستلهمها من هذا الطريق، الاستفتاءات الشرعية. اليوم الزائر عندما يتجه إلى كربلاء ليس فقط مأكل ومشرب ومنام، وهذا واجب على كل خادم أن يقوم به اليوم في هذا الطريق، الاستفتاءات الشرعية يزورها الكثيرون لكي يتساءلون عن أمور دينية اليوم قد يجهلها البعض ولا يريد أن يفتي بها بشكل شخصي. خلونا نشاهد هذا التقرير للزميل فالح القريشي، أيضا راح نرجع نفتهم من الأستاذ فالح كيف
استطاع أن ينقل هذه الصورة وأيضا نناقش هذا الموضوع مع سماحة الشيخ. خلونا نتابع هذا التقرير. وأذن بالناس أن الأربعين قد حل يأتوك أفواجا ومن كل فج عميق. هذه هي الصورة هنا على طريق الحسين، فالمسيرة الحسينية تملأها أصوات العبادات والصلوات كما تحفها الثقافة الدينية، فعلى طول الطريق تنتشر مواكب الاستفتاءات الشرعية التي تبين للناس الأحكام الدينية وآداب الزيارة. يسألون رجال ونساء على الاستفتاءات، نحن بطبيعتنا كرجال دين لابد لنا الدور الكبير في خدمة الحسين عليه السلام. نحن في خدمة الحسين عملنا وطبيعة عملنا وهي الأجوبة على الاستفتاءات الشرعية. تعلمون على أنه الشاب الحسيني لابد من إرشاده، والأخت الزينبية لابد من حجابها، فالنصائح في الطريق يا حسين واجبة، لأنه الشاب يمثل علي الأكبر في واقعة الطف، وكذلك الفتاة تمثل زينب العقيلة في واقعة الطف. في هذا الطريق، طريق الحسين، طريق الإباء، طريق الوفاء. بالنسبة للتوجيهات، هذه هي التوجيهات والأسئلة التي تطرح لنا في هذه الأيام، ولكثرة من كثرة الزوار الذين متوجهين إلى سيدنا ومولانا أبا عبد الله الحسين، هي استفتاءات من باب الصلاة وفي بعض الأمور التي تستوجب والأشخاص الذي يريدوها في هذا الطريق، والأخطاء يتجنبون الأخطاء التي تحصل لهم في طريق هذا أبا عبد الله الحسين. على طريق يا حسين تتعدد المحاولات الرامية إلى اكتمال هذا المشهد العظيم، فعلى طول الطريق تمتد الفرق الشرعية النسوية لتبين للزائرات الاستفتاءات الشرعية وتنشر ثقافة أهل البيت عليهم السلام. ولأن لتواجد المرأة كزائرة وكصاحبة موكب أهمية كبرى، فإن شرح وتبيين الأحكام الشرعية ضرورة تعمل عليها المبلغات المتطوعات هنا على طريق كربلاء. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما ترون انطلاق مخيم الجنوب الثقافي الزينبي التابع لمركز الجنوب الثقافي الإسلامي في البصرة بمحطاته التبليغية العقائدية والفقهية والقرآنية والفنية والإعلامية. هذه المحطات هي خمس محطات، فيها تكون تبليغات قرآنية وعقائدية وفقهية وإعلامية وفنية من خلال توعية الزائرات والإجابة على المسائل الشرعية الابتلائية الخاصة بأحكام الصلاة والوضوء وأحكام النسائية كذلك، والسفر وقواطع السفر من خلال القصر والتمام وغيرها من المسائل الشرعية. انطلاقا بهذه المسيرة نستهدف المرأة أكثر شيء، لأن المرأة هي أنت مثل ما تعرف المرأة تأخذ جانب كبير بالمجتمع، بإنشاء المجتمع تأخذ جانب الأم والأخت والبنت، وهي التي صنعت القادة، هي المربية فعلا، صح ولا؟ ولا بد وأن تتأسى بزينب العقيلة عليها السلام، والالتزام بالحجاب، الالتزام بالأخلاق الدينية، ومنها تكون معبرة إلى العوالم الأخرى. يعني إحنا نريد بهذه المسيرة أن يكون هناك تركيز على كثير من الأمور اللي تكون بها إصلاح لأولادنا بناتنا.
الحسين هنا، وحب الحسين هو الجامع الرابط بين الكل، لذا تتضافر الجهود التطوعية لإظهار زيارة الأربعين بأتم شكل. ولنا في حب الحسين عبرة وعبرة، هكذا يؤكد الزائرون، فالحسين عليه السلام يمثل هوية هذه الأمة وإمامها. من طريق المشاية في البصرة، صالح القريشي، الفرات. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وعظم الله لنا ولكم الأجر. نعم، لازلنا متواصلين ومستمرين وياكم بهذه الحلقة الخاصة عن ذكرى أربعينية الإمام الحسين. نعم، بعد ما شاهدنا هذه القصة المهمة جدا عن هذا الموضوع المهم، شكرا جزيلا لك يا فالح. شكرا ابتسام، موفقين إن شاء الله. إن شاء الله للجميع. يعني بصراحة تحدثتي أنت عن قضية الاستفتاءات الشرعية. نعم، يعني الاستفتاءات الشرعية من الضرورة بمكان أصبحت لازمة للزيارة الأربعينية. أحسنت. الكثير من الزوار يحاولون أن يعرفون أحكام الزيارة، آداب الزيارة، فقه الزيارة، لذلك تنتشر مواكب الاستفتاءات الشرعية أو رجال الدين على طول الطريق. أحسنت. وحتى للنساء أيضا المتطوعات من الذي التي تقدم النصح للنساء. سمحت الشيخ، إذا سمحت لي في سؤال أخير، نعرف أن الوقت دائم، لكن ما أهمية تقديم الاستفتاءات الشرعية وانتشار رجال الدين على طول الطريق إلى كربلاء المقدسة؟ الأهمية واختصار سماحة الشيخ. نحن نعتقد أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه إنما خرج للإصلاح في أمة جده، ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذن الإمام الحسين خرج على طغمة، هذه الطغمة أرادت أن تمحو الدين. ما زال معاوية يقول ما زال محمد يذكر 5 مرات ألا طمسا طمسا، أرادوا أن يطمسوا الدين. فأراد الإمام أن يحيي الدين، وإحياء الدين إنما يكون بمعرفة أحكام الله. إن إحنا عندما نريد أن نرتبط بالدين علينا أن نعرف أحكام الله، ولهذا الحسين ثائر من أجل دين الله. ونحن يجب علينا حينما نسير إلى أبي عبد الله الحسين، يجب علينا أن نعرف أحكام الله سبحانه وتعالى. لهذا ترون أن الزائر الحقيقي الذي يعرف حق الزيارة وحق المزور، وهو سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، يعرف حقا يجب عليه أن يعرف أحكام دينه. ولهذا نجد أن الناس يلتزمون بصلاتهم، يلتزمون بكثير من الأمور المهمة كالنظر المحرمة وغيرها، كاستماع المستمعات الغير جيدة ومحرمة، وبالتالي فأهمية كبرى للمسألة المسائل الأحكام الشرعية. وينبغي على الزائر أن يلتفت إلى هذه الزاوية وأن يلتفت إلى هذا البعد، وبما أنه سائر 10 أيام في الطريق ويتعلم بعض المسائل الدينية، هذا شيء عظيم جدا. نعم، شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين. إلى هنا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، والتي كانت بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. عظم الله لنا ولكم الأجر مرة أخرى. دمتم في أمان الله وحفظه.